اما اتصل بيه هو كمان وافهمه اللي عامله ده غلط وما ينفعش. ايوه يا حبيبي، عامل ايه يا ابني؟ انت عارف اني بحبك وعشان كده اديتك امانه، اغلى حاجه عندي وحته مني، ما ينفعش توجعها ولا تمد ايدك عليها. هي اما حكت لي انا شديت عليها بس عشان تعيش ومخربش عليكم، لكن يا ابني انت لازم تراعي ربنا فيها وما تمدش ايدك عليها تاني، دي وصية النبي. وما تنساش يا ابني ان ربنا جعل ما بينكم مودة ورحمة. قوليلي يا ديما، انت ايه اللي مزعلك؟ يا مس دودو، ماما دايما بتنصر جوزي علي، وكل ما استكلها منه تقعد تقول لي عيشي واستحملي عشان خاطر بيتك وولادك والبصلة ما تكبرش الا في عرشها. البصلة ايه؟ ما بتكبرش الا في عرشها. ما بتكبرش الا في عرشها. هو انت كمان عندك بصلة؟ اه. بصي يا ستي، انا كمان كان عندي بصلة، كنت فاهمة غلط زيك كده، كنت فاهمة إن ماما بتقسي
وتنصب جوزي وتنصره علي، لكن فهمت كويس قوي رسالتها بعد ما ماتت. قالت لي اللي بعمله لك ده هتعرفيه بعدين. علمتني الصبر والتحمل من كتر ما بتقولي اصبري، وكانت برضو بتكلم زوجي زي ما مامتك عملت كده بالظبط، كانت بتعلمه التقدير بزياده علشان يفتكر اللي هي بتعمله معايا فيزود صبره عليا ويستحملني واستحمله. وقصه البصله دي بقى كانت دايما تقولي ان لازم ولادك يكبروا بينك وبين ابوهم. فهمتي يا ديما؟ فهمتي يا مسدود. علشان كده انا سمعتك وانتي بتزعقي كده وبتكلمي ماما، ما ينفعش ابدا تزعليها ولا صوتك يعلى عليها، لازم تراضيها وتصالحيها. ماشي يا ديما؟ حاضر يا مسدود. بحبك يا ديما. لا 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 لا